انطلاقة رابعة في هذا الصباح الجميل. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بالخير والبركة، وأرحب بكم أجمل ترحيب مع انطلاقة رابع أشواط هذا الصباح، والخاص بفئة الإبكار الحقائق من مسافة 3 كيلومترات، حاملة لهذا التحدي ولهذا التنافس ما بين هذه الشعارات المنطلقة والمعلنة عن اندفاعها وعن انطلاقها لهذا التحدي الجميل مباشرة مع أول المراكز وأول المنطلقات. هنالك المتواجدة عوايد مع المركز الأول، عوايد على الانطلاق الأول، تعود ملكية عوايد راشد بن سلطان بن غالب المنصوري من يتقدم مع أول المراكز، بينما المركز الثاني هنا شقرة من تنطلق مع ثاني التحديات، وبدر بن بندر الدهاس من يأتينا مع ثاني التحديات، بينما المركز الثالث انتقل مباشرة إلى ثالث المراكز. وأرحب بهذا الشعار الكبير، شعار عوض بن مظفر بن خموشه العامري قادم مع المركز الثالث ويقدم لنا الظبي مع هذا الانطلاق الجميل. ايضا هنالك الاندفاع من الجانب الايمن والشاهنيه من تسللت الى ثالث التحديات، سالم بن سعيد بن سالم الهاشمي قادم ليصل مع ثاني المراكز في هذه اللحظات، بينما المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام هنالك عوايد راشد بن سلطان بن غالب المنصوري ايضا القادمة في هذه اللحظات مع المركز الرابع، شعار بن رشيد القادم، وهنا الحذرة سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي من يقدم لنا الحذرة مع هذا التحدي الجميل. ايضا هنالك وصلت مهابة بهذا الشعار الكبير، شعار الصعب محمد بن سلطان بن هنالك الحذرة من تنطلق مع أول التحديات، والمتواجد السعيد بن خليفة بن رشيد السويدي مع المركز الأول مع المسار الأول يسيطر بمقدمة هذا الشوط، و500 متر أخيرة من تفصلنا عن خط النهاية، تفصلنا عن الناموس، والصعب قادم محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي يقدم مهابة. أيضا الزكيبة يصل مع ثالث التحديات، تصل العنود بشعار راشد بن محمد بن عبد الله زكيبة ايضا المركز الرابع، هنالك المنطلقه شقره بدر بن بندر الدهاس مع المركز الرابع، وخامسا هنالك شعر عوض بن مظفر بن خموشه العامري والظبي. لكن الله يا بن رشيد، هذا الشعار الكبير، هذا الشعار الذي اعتاد على النواميس يقدم الحذره في رابع اشواط هذا الصباح. تهانينا والناموس لمالك الحذره سعيد بن خليفه بن رشيد السويدي مع المركز الاول، تهانينا له على هذا الفوز، بينما المركز الثاني وصلت مع ثاني المراكز العنود راشد بن محمد بن عبد الله الزكيبة، بينما المركز الثالث وصلت مهاب محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي، بينما المركز الرابع شكرا لسيد بدر بن بندر الدهاس، بينما المركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام الظبي وصلت مع خامس التحديات عوض بن مظفر بن خموشة العامري من وصل مع المركز الخامس. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام الحذرة من انتزعت ناموسي هذا الشوط تهديه لمالكها سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي. التوقيت الزمني لحظة وصولها إلى خط النهاية 4:38 بالوفاء والتمام، تهانينا له على هذا الفوز والانتصار، بينما المركز الثاني وصلت مع ثاني المراكز، هنا من أعلنت وجودها مع الزكيبة العنود راشد بن محمد بن عبد الله الزكيبة 4:38 تسعة أجزاء من الثانية، بينما المركز الثالث وصلت مهابة محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي. التوقيت الزمني 4:39 ستة أجزاء من الثانية. هكذا مشاهدينا متابعي الكرام تشاهدون التوقيت الزمني لثلاثة المراكز المتقدمة والفائزة معنا في رابع